مرحبا بكم متابعينا في هذا الفيديو. سوف نرى الوقفة الاحتجاجية مباشرة وماذا قرر بعد هذه الوقفة الاحتجاجية، وكذلك تم القبض على شابين في هذه الوقفة الاحتجاجية. دونك مباشرة في هذا الفيديو، تابعونا للأخير، لا تنسوا لايك واشتراك وشكرا على تفاعلكم. قام التدخل العنيف، تم سحب الدفع ديال المواطنين، تم اعتقال جوج ديال الشباب. حنا باقيين كنتسناو اطلاق السراح ديالهم. الوقفه جاءت للتعبير على الرفض ديال هاد جواز التلقيح من طرف المواطنين والمواطنات، لان القمع ديال هاد الوقفه ديال اليوم كيدخل في اطار التضييق. والان ممكن ان نقول على ان مدينه الرباط اصبحت مدينه مغلقه، والاحتجاج اصبح فيها ممنوعا بشكل كلي. هناك كذلك الملتمى التشريعي، سنرى مع المحامون ومحاميات الجمعيه الامكانيه ديال صياغه ملتمى تشريعي لتعديل القانون ديال الطوارئ. هي غادي تقوم بوضع دعوه مستعجله لدى الغرفه الاداريه لدى المجلس الاعلى للقضاء من اجل وقف هذا البلاغ ولا هذا القانون اللي صادر الان حول جواز التلقيح.